مساء الخير مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان، واللقاء يتجدد من ملاعب الابطال وكل ما هو جديد في اخبار ومتابعات الالعاب الرياضيه المختلفه سواء العالميه او الافريقيه او العربيه، وبالتاكيد الاخبار المحليه من داخل كل الصالات ومن جميع الملاعب. ودايما شعارنا هنا في ملاعب الابطال ان زي ما ملاعبنا كتير ابطالنا اكتر بكتير. ضيف حلقتنا النهارده كابتن علاء حسن المدير الفني لمنتخبنا الوطني لرفع الاثقال، اللعبه اللي دايما عليها امال وطموحات كبيره جدا في حظ الميداليات في الدورات المجمعه وخاصه في دوره الالعاب الاولمبيه، واللي الحقيقه اوناش مصر دايما بيقدموا نتائج مميزه. وحديثنا النهاردة هيكون في العديد من الجوانب اللي هنتعرف عليها في استعدادات منتخبنا الوطني لرفع الأثقال. استنونا في الجزء الثاني من حلقتنا النهاردة من ملاعب الأبطال. بالتأكيد أنظار كل عشاق كرة السلة المصرية هتتوجه يوم الاثنين 27 نوفمبر الجاري لمدينة نيون السويسرية، واللي هتحتضن قرعة ملحق تصفيات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، واللي بتشهد مشاركة 24 منتخب من جميع قارات العالم، واللي تأهل ليها طبعا منتخبنا الوطني بعد مشاركته الأخيرة في نهائيات كأس العالم، واللي تحصل فيها منتخبنا الوطني على المركز 20 وشهدت تحقيق أول مكسب في تاريخ كل منتخباتنا الوطنية في بطولات العالم للكبار لكرة السلة بعد الفوز على منتخب المكسيك بنتيجة 172. وكان طبعا وقتها كلنا عندنا أمال وطموحات أننا نحسم التأهل للأولمبياد من كأس العالم، ولكن يعني قدر الله وما شاء فعل جنوب السودان هي اللي تمكنت من خطف بطاقة التأهل عن قارة أفريقيا من كأس العالم عشان نروح نلعب في الملحق العالمي اللي قرعته هتقام يوم 27 نوفمبر الحالي. المنتخبات ال 24 هيكونوا كالتالي: من قارة أفريقيا كل من مصر، أنجولا، كوت ديفوار، الكاميرون، من قارة آسيا، البحرين، لبنان، الفلبين، من قارة أوروبا، سلوفينيا، لاتفيا، ليتوانيا، إيطاليا، أسبانيا، اليونان، مونتينيجرو، جورجيا، فنلندا، كرواتيا، بولندا، ومن الأمريكتين الشمالية والجنوبية، بورتريكو، البرازيل، الدومينيكان، المكسيك وجزر البهامس، ومن أوكيانوسيا منتخب نيوزيلندا. نظام التأهل بيتم تقسيم المنتخبات الـ 24 لأربع مجموعات، كل مجموعة بتكون بتضم 6 منتخبات، بيتأهل الفريق صاحب المركز الأول فقط لدورة الألعاب الأولمبية، وبيلعبوا المباريات بنظام دوري من دور واحد. طبعا مكان التصفيات حتى الآن لم يحدد، وهيتم الإعلان عن الدول الأربعة اللي هتستضيف بإذن الله كل مجموعة يوم إجراء القرعة، لأن الاتحاد الدولي لكرة السلة الفيبا قرر أن كل مجموعة من الملحق الإعلامي للأولمبياد هتقام في دولة مختلفة من الدول اللي هتكون بتشارك في الملحق العالمي. نظام صعب وتصفيات صعبة جدا الحقيقة، ولازم نكون عارفين أن نظام التصفيات صعب جدا، ولكن التطور اللي شفناه في منتخبنا الوطني في كرة السلة في المرحلة الأخيرة والتغييرات اللي شفناها منذ تولي المدير الفني الكندي روي رانا مهم التدريب منتخبنا الوطني بتقول اننا ممكن، وان الموضوع اصعب ولازم نكون واقعيين، ولكن ليس مستحيل، لان لو شفنا هنلاقي منتخبات تصنيفها العالمي متقدم جدا، اسبانيا في الترتيب الثاني، لاتفيا الثامن، وقدامنا على الشاشة ترتيب كل المنتخبات العالمية شايفين ليتوانيا، سلوفينيا، البرازيل، فطاحل في عالم كرة السلة، وبالتالي الموضوع لن يكون في المتناول على الإطلاق، ولكن كل الأماني ممكنة،
وزي ما بتكلم ان حجم التطور اللي احنا شايفينه ولمسينه في منتخبنا الوطني لكرة السلة ده اللي يدينا بعض الأمل. لو بصينا كده هنلاقي ترتيب منتخبنا الوطني بين منتخبات التصفيات ال21 ومنتخبنا بالمناسبة ترتيبه السادس على مستوى أفريقيا، لأن الأول منتخب جنوب السودان، والتاني كوت ديفوار، التالت أنجولا، الرابع تونس، والخامس نيجيريا. ده على مستوى قارة أفريقيا. عندنا فرصة أكيد لأننا في ملحق التصفيات والصعوبات ممكن تكون كبيرة، ولكن لسه في أمل ولازم نشتغل ولازم يكون في معسكرات وتجهيزات لمنتخبنا في الفترة الحالية عشان يتم إعداده للملحق العالمي الصعب جدا. ولكن أنا عندي ثقة إن اتحاد كرة السلة هيعمل برنامج قوي جدا جدا لمنتخبنا الوطني بإذن الله. عشان نقرب أكتر، معانا على التليفون الدكتور مجدي أبو فريخة، رئيس اتحاد كرة السلة. يا فندم أهلا بيك. أهلا بيك يا سيد، منور الدنيا. وخلينا نسألك الأول، هل مصر تقدمت بطلب لاستضافة مجموعة تصفيات الأولمبياد القادمة، ولا الموضوع بيكون اختيار من قبل الاتحاد الدولي بدون تقديم طلبات؟ لا، هو في تقديم طلبات، بس اللي بيقدم طلب بيدفع فيه 2 مليون دولار. 2 مليون دولار، ده بناقص الطلب. يعني انت بتقدم طلب ومش ضامن كمان انك انت تنظم الملحق. بالظبط، 2 مليون دولار. طبعا ايه يعني في الاجواء دي صعبه جدا. نعم، مبلغ مبالغ فيه جدا. ويعني زي ما قلت حضرتك، زي ما حضرتك قلت، يعني الموضوع يعني في صعوبه اصلا. يعني حاجه انت عارف، حتى يعني صعب انك انت فقط 2 مليون دولار وما انتش عارف هتوصل لمستوى. صح، يعني مظبوط، واخد بالك؟ فدي طبعا يعني هي اللي وقفت، الحاجه الوحيده اللي وقفت. الواقعيه لكن شيء مهم جدا. طبعا لازم نبقى واقعيين واحنا بنشتغل، ولازم نبقى عارفين نحدد يعني اهدافنا ايه، والهدف لازم يكون طبقا للمقومات اللي عندك اللي تقدر تحقق الهدف دي عشان ما تصطدمش بواقع. مظبوط. انا عجبني كلام حضرتك جدا، وحضرتك بتتكلم احنا بقينا في حته ثانيه. الحمد لله، لكن لسه قدامنا كتير عشان نوصل للطموح اللي احنا عايزين نوصل له. وعددنا يعني الحمد لله منتخب مثلنا في كاس العالم بمظهر، يعني الناس كلها انبهرت بيه. كسبنا ماتشين، والماتشات بنخسرها يعني ايكوال وتذكر. فدي كلها حاجات كنا بعيد عنها، لا قربنا الحمد لله، ولسه اجيال واجيال طالعه الحمد لله. عندنا مبشرين جدا جدا، يعني الامل كبير في القادم ان شاء الله باذن الله. باذن الله نقدر ان احنا يعني نعمل حاجه احسن واحسن واحسن، لان احنا خططنا خطوه وماشيين بنظام، يعني زي ما بنقول يعني ايه على الواقع. لا احنا الحمد لله تقدمنا قوي. طيب مين اللي هيكون ممثل مصر في القرعه باذن الله؟ لحد دلوقتي لا، لسه مش محددين. طيب. بس يعني انا اكون موجود، يا اما ان شاء الله يعني 90% هيبقى نظام صالح نائب رئيس المجلس. يعني كنت اتكلم معاه امبارح، ان شاء الله هو هيطلع يحضر باذن الله. عايزين نتعرف اكتر على برنامج اعداد المنتخب. هل تم الاتفاق مع المدرب الكندي؟ هل كان ليه مطالب معينه؟ نوعيه الماتشات الوديه اللي هيتم اقامتها طبعا قبل الملحق؟ لا، هو لسه ما اتفقناش على البرنامج الحقيقه كامل. لكن احنا عندنا حاجات اساسيه. عندنا البطوله العربيه 26/12 دي في القاهره، شارك فيها 10 فرق عربيه. دي اول برامج الاعداد. لسه مستنيين قرعه افريقيا في ويندو في 2. هل هنبقى في الويندو ده ولا هم 3 ويندو؟ احنا بنشارك في 2. هل هنكون في ده ولا في نوفمبر و فبراير 2025؟ لسه لو ما كانش فيه ده هيبقى فيه معسكر للمنتخب. طيب. وقبل الكواليفاير ان شاء الله باذن الله هيكون بقى البرنامج الاساسي والماتشات. نبدا نرتب مع فرق ما تكونش معانا في المجموعه بشرط ان احنا نطلع نلعبها وبتاع ونطلع منها على التصفيات. طيب، لو بنتكلم على فرصنا بشكل واقعي ومدى امكانيه التاهل للاولمبياد. بص حضرتك، انا ما بحبش ان انا ادي امل قوي.
ما بحبش ان انا ابقى محبط. لا احنا بنشتغل ان شاء الله ان احنا نأدي اقوى حاجة عندنا، لكن التصنيف بتاعنا ما اهلناش، لكن التصنيف مش هو الواقع. لما تقول حضرتك ان احنا سادس افريقيا، لا اقول حضرتك ان احنا دلوقتي ثاني اقوى فرقة افريقية بعد جنوب السودان. بعد جنوب السودان، ان احنا لجنوب السودان احنا كنا يعني خطط من زمان ان احنا نبقى اول افريقيا. ظهرت فرقة جنوب السودان ودي ظهرت فجأة، مجموعة من امريكا، هم مش يعني كلهم بيلعبوا في امريكا وفي اوروبا مش في السودان، ظهرت ودخلت واحتلت المرتبة الاولى افريقيا. فلما نقول التصنيف كده، لا انا بقول لحضرتك لا احنا كمستوى، لا احنا الحمد لله وضع جيد جدا. بالظبط. طيب التصنيف بقى، انا دايما بتكلم مع اللعيبه، لا التصنيف مش هو كل حاجه، احنا اقوى ونحن نقدر وان شاء الله نقدر ونحاول. طيب اكيد حضرتك بتتكلم مع روي رانا المدير الفني الكندي، رؤيته ايه؟ شايف من خلال شغله مع مجموعه اللعيبه اللي موجوده في الوقت الحالي، من خلال ادائنا في بطوله العالم، هو شايف موقفنا ايه بشكل عام؟ زي ما بقول حضرتك، هو صعب لكن ما فيش مستحيل. طول ما احنا بنحاول ما فيش مستحيل، لكن هي الموضوع صعب جدا. ايوه، اشكرك يا فندم وموفقين باذن الله، وكل الدعم لمنتخبنا الوطني. شكرا جدا على كلام حضرتك على كره السله المصريه، والحمد لله يعني احنا الحمد لله بقينا برضه حته ثانيه باذن الله، ونبقى احسن واحسن باذن الله. شكرا جزيلا يا فندم. سؤال حلقتنا النهارده، من هو اللاعب او اللاعبه الذي ترشحه للحصول على ميداليه لمصر في رفع الاثقال بدوره الالعاب الاولمبيه باريس 2024؟ تعالوا نشوف الاجابات. سامح علي ان شاء الله، عبد الله جلال، ونعمه سعيد، نتمنى باذن الله الاثنين. شيكو بيقول مساء الخير عليك يا كابتن أيمن، توجت سارة سمير بطلة منتخب مصر في رفع الأثقال بالميدالية الذهبية لبطولة العالم في وزن 71 كيلو، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس، وشكرا لحضرتك. أعتقد يعني أن سارة سمير لم تتأهل بعد، ولكن نتمنى إن شاء الله أن هي تتأهل وتحصل ميدالية بإذن الله. حسين احمد، ساره سمير كمان في اجماع على ساره باذن الله ان هي تتمكن من حصد ميداليه. معاذ محمد السيد الخطيب، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساء الخير عليك يا كابتن ايمن، عبد الله الجلال، وساره سمير، ونعمه سعيد. الثلاثه يعني نغمه التفاؤل بتتزايد مع الوقت. اسلام سيمو بيقول ساره سمير الذهب الاولمبي. أتمنى بإذن الله يا رب كل إجاباتكم يعني تطلع وتوقعاتكم تطلع صادقة في النهاية بإذن الله. نتمنى كل أبطالنا يتأهلوا طبعا في البداية، وبعد كده يتمكنوا من حصد ميداليات في الأولمبياد المقبلة بإذن الله. كل يوم بيكون معانا أسطورة رياضية كتبت تاريخ في مسيرتها، وأسطورة حلقتنا النهاردة لاعب الكانوي والكاياك النرويجي كنوت هولمان. تعالوا نتعرف على مسيرته. عندنا تفاصيل كتير في حلقتنا النهاردة، تعالوا نتعرف على العناوين. الأهلي جاهز لمواجهة برشلونة في مونديال اليد. منتخب الناشئين للكرة الطائرة يستعد للمشاركة في بطولة أفريقيا.
نظام جديد لدوري أبطال أفريقيا لكرة السلة. تقدم عمر عصر ودينا مشرف في تصنيف تنس الطاولة الدولي. منتخب التايكوندو يعود للقاهرة بوصافة بطولة أفريقيا. تأهل نور الطيب ومصطفى عسل لنصف نهائي ماليزيا للسكواش. التشيك تفوز على سويسرا في كأس بيلي جين كينج للتنس. إيطاليا تفوز على فرنسا في كأس بيلي للتنس. كولورادو يفوز على نيوجيرسي في دوري هوكي الجليد الأمريكي. نيويورك رينجرز يتغلب على ديترويت في دوري هوكي الجليد الأمريكي. دلوقتي تعالوا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نكمل كلامنا في ملعب الأبطال. خليكم معانا. يا اهلا بكم مشاهدينا مره تانية. النهارده اقيمت لقاءات الجوله الثانيه من دور المجموعات لبطوله كاس العالم للانديه لكره اليد المقامه حاليا في المملكه العربيه السعوديه بمشاركه 12 فريق مقسمين على اربع مجموعات. منافسات النهارده شهدت تفوق النجم البحريني على هال كيت الامريكي بنتيجه 29-22، وفوز فوكس برلين الالماني على سان فرناندو الارجنتيني بنتيجه 48-34، كمان فاز برشلونه الاسباني على النور السعودي بنتيجه 43-19، ودي المجموعه اللي بيلعب فيها النادي الاهلي. كمان فاز الخليج السعودي على كوينزلاند الاسترالي بنتيجه 26-48. وطبعا لقاءات الجوله الاولى كانت اقيمت بالامس وشهدت تفوق كيلسي البولندي على النجم البحريني بنتيجه 27-26. فاز كمان الكويت الكويتي على سان فرناندو الارجنتيني بنتيجه 41-29، وفاز الاهلي على النور السعودي بنتيجه 38-20. ماجد بورج الالماني تفوق على الخليج السعودي بنتيجه 29-20. بعد نتائج النهارده اصبح ترتيب المجموعات الاربعه كالتالي: المجموعة الأولى برشلونة في الترتيب الأول نقطتين، الأهلي الترتيب الثاني نقطتين أيضا، النور السعودي بلا رصيد من النقاط. المجموعة الثانية فوكس برلين الألماني بنقطتين، الكويت الكويتي أيضا في الترتيب الثاني نقطتين، وسان فرناندو الأرجنتيني بلا رصيد من النقاط. المجموعة الثالثة الخليج السعودي نقطتين، ماجدبورج الألماني نقطتين، كوينزلاند الأسترالي بلا رصيد من النقاط. المجموعة الرابعة النجم البحريني برصيد نقطتين، كيلسي البولندي أيضا نقطتين، وسان فرانسيسكو الأمريكي بلا رصيد من النقاط. غدا هتقام لقاءات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، وهتشهد المواجهات التالية: كيلسي البولندي أمام سان فرانسيسكو في تمام 11:15، الكويت الكويتي مع فوكس برلين الألماني في 1:30 ظهرا،
ماجدبورج الألماني مع كوينزلاند الأسترالي في تمام الرابعة إلا ربع عصرا، الأهلي مع برشلونة في تمام السادسة. كل التوفيق للنادي الأهلي ممثل مصر في كأس العالم للأندية، لأن فوزه غدا على برشلونة الأسباني بيعني تأهل الفريق بإذن الله للدور قبل النهائي ودخول مرحلة مختلفة تماما من المنافسة على مركز متقدم في البطولة. خلينا نروح لأخبار الكرة الطائرة. منتخب الناشئين للكرة الطائرة بيستعد حاليا للمشاركة في بطولة أفريقيا تحت 17 عام اللي هتقام في مدينة موسراتة في دولة ليبيا خلال الفترة من 10 ديسمبر القادم حتى 20 من الشهر ذاته. منتخب الناشئين حاليا بيستعد للبطولة الأفريقية وفي استعدادات قوية جدا للمنتخب عشان ينافس على لقب البطولة، وخاصة ان احنا اعتدنا ان منتخبات الكرة الطائرة وزي ما شفنا في العام الماضي حققت العديد من النتائج المميزة جدا وبطولات عديدة، وواضح ان في شغل في الكرة الطائرة خلال الفترة الحالية وايضا الفترة الماضية. من اخبار كرة السلة، رابطة الأندية المحترفة لكرة السلة أعلنت عن النظام الجديد لبطولة دوري أبطال أفريقيا في النسخة الرابعة منها بنظام جديد بمشاركة 12 فريق، واللي هيمثل مصر فيها فريق النادي الأهلي بطل طبعا كاس السوبر أو دوري السوبر المصري للموسم الماضي وحامل لقب البطولة أيضا. نظام البطولة الجديد هيكون بتقسيم الأندية ل 12 لثلاث مجموعات، هتلعب بنظام الدوري من دورين كل مجموعة وكل بنظام الدوري من دورين كل مجموعة، وكل مجموعة هتلعب لقاءاتها في دولة، يعني في مجموعة كالاهاري هتلعب في جنوب أفريقيا واللي هتنطلق في شهر مارس العام القادم، ومجموعة النيل هتلعب في مصر بإذن الله وهتنطلق في شهر إبريل القادم، مجموعة الصحراء في السنغال تنطلق في شهر مايو. يتأهل من كل مجموعة الأول والتاني بجانب أفضل فرقتين حققا المركز الثالث في الثلاث مجموعات، عشان يكون المجموع النهائي 8 فرق مؤهلة للعب النهائيات المقرر إقامتها في رواندا خلال شهر مايو ويونيو 2024 القادم. تخوض الفرق الثمانية المتأهلة إلى النهائيات 4 لقاءات من أجل التصنيف النهائي وتحديد طريق اللقاء النهائي، من ثم يلعب الدور ربع النهائي بنظام خروج المغلوب، وطبعا بعد كده يعني الموضوع بيبقى طبعا لقاء واحد، موضوع ماتشات بتكون بنظام النوك اوت لقاء واحد، وطبعا بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه البطوله وحامل اللقب وممثل كره السله المصري. بكده خلصت تفاصيل اخبار العابنا الجماعيه، هنروح نتعرف على تفاصيل اخبار العابنا الفرديه. Everything comes down to this moment. Big Bobby! وخلونا نبدا اخبار الالعاب الفرديه بتنس الطاوله. عمر عصر ودينا مشرف لعباء منتخبنا الوطني لتنس الطاوله بيتقدموا في التصنيف العالمي لتنس الطاوله طبعا اللي اعلن النهارده بعد النتائج المميزه اللي حققوها في الفتره الاخيره. عمر عصر تقدم للمركز ال 19 عالميا، متقدم مركز واحد عن اخر تصنيف، وده بعد مشاركته الأخيرة في بطولة فرانكفورت في ألمانيا واللي ودع المنافسات فيها أمام الصيني مالونج طبعا أسطورة اللعبة والمصنف الثالث على مستوى العالم.
وفي تصنيف السيدات تقدمت دينا مشرف لاعبة منتخبنا الوطني لتنس الطاولة والنادي الأهلي مركز لتحتل المركز 28 عالميا، فيما تراجعت هنا جودة أيضا مركز وحيد عشان تحتل المرتبة 29 في تصنيف السيدات. وهنا جودة الحقيقة عشان نكون واقعيين ومنصفين، وصولها للمركز 29 عالميا في السن الصغير ده بيقول انها مؤشر، او بيقول ان ده مؤشر انها هتكون بطلة كبيرة في المستقبل بإذن الله، وممكن عندها من الامكانيات انها تحقق العديد من الانجازات المهمة جدا خلال المرحلة المقبلة. تعالوا نروح لأخبار التايكوندو. بعثة منتخبنا الوطني للتايكوندو عادت للقاهرة النهاردة بعد تحقيق المركز الثاني في بطولة أفريقيا اللي أقيمت في كوت ديفوار بعد منافسة قوية جدا مع منتخب المغرب اللي حصد المركز الأول. منتخبنا الوطني كان حقق عدد 12 أو 13 ميدالية متنوعة بواقع 2 ذهب 4 فضة و7 ميداليات برونزية، وحصد الميداليات الذهبية أحمد وائل تحت 68 كيلو، كمان جنى خطاب تحت 49 كيلو، ده بالنسبة طبعا الميداليات الذهبية. الميداليات الفضية سيف عيسى تحت 80 كيلو، رامي عيسى تحت 74 كيلو، وميسون إيهاب تحت 73 كيلو، أحمد راوي تحت 87 كيلو وحقق الميداليات البرونزية، آية شحاتة تحت 67 كيلو، تقى شعبان فوق ال 73 كيلو، وعبد الله عصام فوق ال 87 كيلو، وليلى شريف تحت 46 كيلو، ومعتز بالله عاصم تحت 54 كيلو، وكمان شهد سامي تحت 53 كيلو، ونادين عمرو 62 كيلو. وحجز كالعادة البطل الأولمبي سيف عيسى، والحاصل على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو الماضية تأهله لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية باريس القادمة عشان يكون التأهل التاني لي على التوالي لدورات الألعاب الأولمبية. عشان نقرب أكتر معانا على الهاتف المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد العربي واللي كان مشرف على بطولة أفريقيا الأخيرة في كوت ديفوار. يا فندم الحمد لله على السلامة وأهلا بيك. الله يسلم حضرتك، ربنا يخليك يا أستاذ إبراهيم و أيمن يعني أستاذ أيمن، الله يسلم حضرتك، أهلا وسهلا بحضرتك وبأون تايم سبورت 2 وبالسادة المشاهدين، أهلا وسهلا. شايف نتائج منتخب مصر في بطولة أفريقيا، تقييمك ليها إيه يا فندم؟ والله الحمد لله ده توفيق من ربنا، يعني ده مجهود سنتين بنبتدي دلوقتي إن هو يظهر على الساحة الإفريقية والساحة العالمية والدولية، بداية طبعا من ميداليتين برونز بطولة العالم في أذربيجان يونيو الماضي، وكنا مع سيادتك ساعتها يعني، وكان وش البرنامج حلو علينا الحمد لله. ويعني المره دي طبعا بنقرب من التصفيات القاريه المؤهله للاولمبياد، فطبعا كان في رؤيه فنيه مختلفه شويه ان احنا بنشارك بال مش بالكم، لكن بنشارك بالعناصر الواعده المعروف ان احنا باذن الله طالعين حاطين ولد او بنتك ميزان ميداليه. عايز اقول لحضرتك كمان ان المهندس محمد عجيزه عضو مجلس الاداره والمشرف العام على المنتخب ورئيس البعثه اللي كان موجود مع المنتخب هناك كان من قبل ما يسافر كان عامل على احصائيات وحسابات مقدمها رسمي ليا والمجلس الاداره ومحطوطه على يعني في المجالس بالتوقعات بالارقام بان ده ممكن يعمل ايه بان دي تعمل ايه. علشان كده لما تم اختيار اللعيبه احنا اخترنا 13 لاعب مش 16. احنا شاركنا ب 13 لاعب فقط الحمد لله لاول مره. كان هدفك تحقق نتائج ايجابيه افضل من ان عدد كبير من اللعيبه يكون متواجد. بالظبط مش بالعدد. أيوة. الحمد لله 13 ميداليه من 13 لاعب ولاعيبه في اشرس واكبر واكبر بطوله رسميه في القاره السمراء. ليه اشرس واكبر بطوله المره دي؟ لان يعني حضرتك قبل 90 يوم لا مش 90 يوم قبل 60 يوم من قبل باب حسابات التصنيف الاولمبي فكله رايح حتى فده الامل الاخير لكل اللعيبه كله رايح البطوله
وخصوصا المصنفين اولمبيا، حاطين في اعتبارهم ان ال 40 نقطه اللي هياخدوها من البطوله هي دي هتخليهم يحطوا القدم اليمنى بتاعتهم في على اعتاب باريس 2024. طب ليه التاهيل في بطوله افريقيا كان للاعب واحد فقط سيف عيسى؟ لا هو مش التاهيل، لا هي بطوله افريقيا دي ما كانتش التاهيل، احنا لسه كمان عندنا فرصه اكبر وهي التصفيات القاريه المؤهله للاولمبياد. انما سيف اتاهل مش من بطوله افريقيا، سيف اتاهل من الرانك الاولمبي، من التصنيف الاولمبي. سيف كان رايح البطوله بطوله افريقيا وكنا محتاجين له عدد معين من النقاط علشان باذن الله تعالى نضمن وجوده في الخمسه الاوائل اولمبيا اللي هم بيضمنوا وجودهم في الاولمبياد دون الحاجه للتصفيات القاريه. احنا كنا حسابات المشرف العام على المنتخب بان وصوله للسيمي فاينل في البطوله ده يعني يعتبر هو كده اتاهل، ولكن الحمد لله اتاكدت كمان الحسابات بوصوله للفاينل الحمد لله، والولد يعني ادى كمقاتل رغم ان هو كان راجع من الجائزه الكبرى في الصين باصابه بقطع في رباط في الكاحل. وبيخضع لعلاج طبي وجلسات طبيه وجلسات علاج طبيعي يوميا حتى واحنا مسافرين، ولكن الولد ادى كمقاتل لحد اخر لحظه ولحد الفاينل، وما كانش عاوز كمان يسيب الفاينل بايده، ولكن احنا برضه حرصا على عدم تفاقم اصابته وعلشان احنا عاوزينه في فيما بعد، فاحنا حققنا هدفنا بالوصول للفاينل في الحمد لله في بطوله افريقيا وضمان التاهل الحمد لله له عن طريق التصنيف الاولمبي وليس من البطوله، لان البطوله دي هي بتدي 40 نقطه لكن مش بتؤهل. عندنا بقى الحمد لله ان شاء الله الفرصه الكبيره لينا لباقي اللعيبه في التصفيات القاريه المؤهله للاولمبياد ان شاء الله في مطلع 2024. لو هتكلمنا على انجاز سيف عيسى ان هو يكون اول لاعب رجل في تاريخ مصر يتاهل للاولمبياد لمرتين متتاليين. والله هو سيف، انا فاكر كنا اتكلمنا مع حضرتك وانت سالتني في البرنامج قلت لي توجه له رساله تقول له ايه؟ ايوه انا بعمل حقيقي. يعني من الذاكره كده فلاش باك. فسيف من من اللعيبه والابطال اللي هو عارف يعني ايه مسؤوليه بطل اولمبي عالمي بيحمل اسم بلده، عارف يعني ايه ان شعب بالكامل ودوله بالكامل بتتابعه ومنتظر منه انجاز مش في افريقيا ولا في بطولات العالم كمان في الاولمبياد. او ما كانش بالنسبه لنا مفاجاه، الحمد لله الشغل اللي محطوط والخطه اللي محطوطه من مجلس الاداره وبينفذها المشرف العام على المنتخب مع الجهاز الفني اللي موجود كان كل حاجه ماشيه بحسابات الحمد لله. تأهله المره دي احنا كنا كلنا مسافرين وعارفين احنا رايحين ليه بالنسبه لسيف وبالنسبه لكل لاعب، اللي مطلوب منه اللي وصل فاينل مطلوب منه ايه، اللي وصل سيمي فاينل مطلوب منه ايه، ولكن سيف تحديدا من الناس اللي اتنقل لها كمان الثقافه دي بقى، لانه دلوقتي بقى لعيب خلاص يعني لعيب كبير ولعيب اولمبي عالمي، فبقى عارف هو كمان مطلوب منه ايه وهو مسافر. فكان في الحمد لله تركيز من البعثه بالكامل، بمجرد الحمد لله ما وصل السيمي الفاينل احنا ما اظهرناش اي حاجه وان احنا مكملين ومركزين ومحدش اتكلم في اي حاجه ولا انت كده مبروك اتاهلت ولا ابدا، بالعكس كملنا الفاينل وكل حاجه، ولكن بعد انتهاء المباراه هنيناه وباركنا له وتلقينا طبعا التهنئه من السيد الوزير الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه ومن اللجنه الاولمبيه والمهندس هشام حطب على تاهله باعتباره ان هو تاهل بالتصنيف الاولمبي، ودي اول مره في تاريخ التايكوندو المصري في فئه الرجال، لان احنا كان عندنا هدايا ملاك في البنات في ريو اتاهلت في 2016 اتاهلت لا في ريو اتاهلت للتصنيف الاولمبي حلو بعد رجوعها بعد حصولها على ذهبيه المكسيك الجائزه الكبرى في المكسيك. انما سيف وهدايا تاهلوا في طوكيو من القاره الافريقيه من التصفيات الافريقيه المؤهله. تمام لكن احنا المره دي الحمد لله بنعود تاني التحقيق الانجاز في ان احنا ناهل رجل لاعب اولمبي بطل عالمي كبير من الرانك الاولمبي من احسن خمس لاعبين في العالم، وده في حد ذاته انجاز للمجلس اللي موجود حاليا بفضل الله.
ثم طبعا للمنظومه اللي بتدعمنا سواء الشباب وزاره الشباب والرياضه او اللجنه الاولمبيه المصريه. يا فندم اشكرك شكرا جزيلا ودايما موفقين. شكرا جزيلا. ربنا يخليك، ربنا يخليك. انا متشكر لحضرتك ولبرنامجكم المحترم وتحياتي لكل المشاهدين. شكرا جزيلا يا فندم. خلص تفاصيل اخبار حلقتنا النهارده، هنطلع لفاصل وبعد الفاصل هنستقبل ضيف حلقتنا كابتن علاء حسن المدير الفني لمنتخبات مصر في رفع الاثقال، خليكم معانا. اهلا بكم مشاهدينا مرة تانية. لعبة رفع الاثقال واحدة من اللعبات اللي دايما بنحط عليها امال كبيرة قوي ان هي تحقق ميداليات اولمبية، واحنا متعودين على ده يعني من قديم الازل. كان في تألق كبير قوي لابطالنا في رفع الاثقال سواء في البطولة العربية او في البطولة الافريقية، وكان مهم قوي ان احنا نلتقي بالمدير الفني لكل المنتخبات الوطنية لرفع الاثقال كابتن علاء حسن. كابتن اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. نور الدنيا. كله تمام؟ بنورك الله يخليك. كان في طبعا تواجد ومشاركة في البطولة الافريقية من ايام قليلة، تقول لنا تقييمك ليها وابرز النتائج اللي تم تحقيقها. أول حاجة كان في البطولة الأفريقية للشباب والناشئين والبطولة العربية لشباب والناشئين والكبار. كويس. فقبل ما أقول التقييم الفني أنا عايز بس أحب أقول حجم مصر والدولة المصرية. أول مرة في تاريخ البطولات العربية والقارية يبقى في 27 دولة بتشارك في بطولة قارية أو إقليمية اللي هي البطولة العربية. وده بيجي من اسم البلد المنظمة. فمصر كلها يعني كل الدول بتسعى ان هي تشارك في اي بطوله مصريه. فالحمد لله طبعا حجم مشاركه كبير قوي اول مره يحصل. حجم مشاركه كمان من ناس اكابر زي ما بيقولوا كده، الاكابر رفع الاثقال اللي كان موجوده، رئيس الاتحاد الدولي، امين العام للاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد العربي، رئيس الاتحاد الافريقي، رئيس الاتحاد الاسيوي، امين العام للاتحاد الاسيوي، رئيس اتحاد بنما امريكا، كل دول كانوا موجودين، رئيس الاتحاد بحر المتوسط، كل دول كانوا موجودين في البطوله. وده مش عشان خاطر حاجة إلا عشان خاطر مصر هي اللي بتنظم هذه البطولة. فطبعا ده الحجم وده اللي كان مفرحنا قوي بالتنظيم والناس اللي موجودين. أما فيما يخص النواحي الفنية الحقيقة البطولة القارية أو الإقليمية، لا أخفى عليك سرا إحنا رفع الأثقال طبعا متربعين على العرش الأفريقي والعربي. إنما حجم المشاركة المصرية إحنا كان عندنا لعيبة من 2009 بيلعبوا، لان سياسه الاتحاد المصري لرفع الاثقال بعد فتره الايقاف اللي حصلت ان يبقى في ابطال اولمبيين ويبقى في ان شاء الله ميداليات عالميه وفي ان شاء الله ميداليات اولمبيه، انما اكيد برضو اجيال جديده جديد. فاحنا يعني في بعض اللاعبين مواليد 2009 دي احنا بنعدهم لمشاركه الدوره الاولمبيه في 26 تحت 17 سنه، فطبعا ده النجاح. ويمكن عايز اقول برضو حاجه كده اهوت لقطه مع الوزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي وهو بيحضر البطوله، دخل للعيبه طبعا كلهم صغيرين في السن مواليد 2007 و2008 و2009، فقال لهم هتشيلوا كام النهارده؟ الحقيقه رد عليه رد انا فرحنا انا كمدير فني فريق، قالوا له هتشيلوا كام دي لو في رياضه ثانيه تتفهم هتشيلوا حديد هتوزعوا امانه ثانيه طبعا هتشيلوا حديد رفعات ايه؟ فردوا عليه رد جميل قوي، يعني حسيت فعلا ان انا قدرت انا اوصل لهم حاجه في التدريب. قالوا له احنا هنعمل ست محاولات صح. اللعيب رفع الاثقال بيشيل ثلاث محاولات خطف، ثلاث محاولات كليم. في المرحله دي بالذات انا مش طالب ان انا اشيل ارقام جديده وي لا عشان نبسط كده للمجاهد ايه الفرق ما بين الخطف ما بين الكليم؟ دي لعبه النطر ده اللي هو الكليم الكليم والنطر دي لعبه ليها ثلاث محاولات، اللاعب بيخش ثلاث محاولات، ولعبه الخطف برضو ثلاث محاولات بيخش فيها اللاعب ثلاث محاولات حسب الرقم اللي بيختاره المدرب واللاعب بيخش عشان يشيله في المنافسه بقى او غير المنافسه او كلام من اللي انا الكلين اللي انا بشيل على صدري مره واحده لفوق اللي انا بشيل الاول الخطف ده مره واحده على فوق
اوكي الكلين والناطر على مرحله الصدر وبعد كده وبعدين ارجع اشيله تاني لفوق. فالحقيقه الحته دي اللي انا كنت بوصلها للعيبه الصغيرين ان احنا نحقق عدد رفعات حد اقصى او رفعات صحيحه في البطوله اكتر. لما اللاعب يبقى عنده قناعه ان هو شال 6 محاولات صح في جميع البطولات اللي شارك فيها النجاح ان شاء الله والارقام بتزيد بعد كده. وهي دي اللي انا كنت مركز عليها في المرحله السابقه خصوصا للعيبه الصغيرين. بالنسبه للمستوى الفني الحمد لله رب العالمين يعني كله اشاد بيه حتى رئيس الاتحاد الدولي وكل اللي كانوا موجودين المستويات عاليه جدا. عايز اقول المستويات العربيه والمستويات الافريقيه بقت قويه جدا. مدغشقر دلوقتي بقى عندها لعيبه يعتبر في الرانكينج العالمي، موريشيس، تونس طبعا، الجزائر، السعوديه. وابناء هذه الدول ولا في بعض اللعيبه اللي ممكن يكونوا في قصه التجنيس يعني؟ الحقيقه التجنيس عندنا هو بالنسبه لدوله طبعا قطر او البحرين. ويعني يعني مش عايز اقول يعني اصل التجنيس بقى يعني مفتوح على كل الالعاب يعني في كل الالعاب فيها تجنيس من دول كتير مش دول عربيه بس من دول كتير. فيعني طبعا من حقه الدوله المجنسه من حقها تلعب البطوله العربيه طبعا، لان انا بتكلم على البطوله العربيه لان هي يعني الدول العربيه بس ودوله او اتنين هي اللي بتجنس، انما الدول الافريقيه طبعا مش ما فيش تجنيس فيها ولا حاجه. البطوله العربيه بتخش في النقاط بتاعتك في التاهل للاولمبياد؟ لا الحقيقه لا، البطولة العربية لا، البطولة العربية والبطولة الأفريقية برضه شباب وناشئين ما كانش ضمن التأهيل، البطولة القارية المؤهلة الكبار بس هي اللي بتبقى ضمن التأهيل بتاعنا. أيهما أصعب؟ البطولة العربية ولا البطولة الأفريقية في الوقت الحالي؟ والله دي منافسة ودي منافسة، يعني الدول العربية بقت أكتر دلوقتي في المنافسة. يعني الدول الأفريقية مثلا ليبيا، الجزائر، تونس، برضه زي ما بقول لحضرتك نيجيريا، موريشيس، مدغشقر، انما البطوله العربيه دلوقتي بقى فيها السعوديه، فيها ليبيا، فيها تونس، فيها الجزائر، فيها المغرب، فيها قطر، فيها البحرين، فيها عمان. يعني بقى في دول كتير قوي عربيا بقى مستواها كويس، بل بالعكس بقى في بعض الاوزان كمان اللي ممكن تتفوق على دول كتير قوي فيها. كويس قوي. طيب لو نشرح للساده المشاهدين طرق التاهل لاولمبياد باريس القادم، هل احنا لينا حد اقصى من اللعيبه اللي ممكن يكون متواجد في الاولمبياد؟ ايه هي الكوتا بتاعتنا بشكل عام؟ مسموح لكل دوله كام لاعب؟ هي اعلى كوتا لاي دوله 6 لاعبين، 3 بنات و3 رجال، دي اعلى كوتا. طبعا من كل دوله ممكن حقها تشارك ب 10 لعيبه في البطولات التاهيليه. ولكن في الاخر خالص يوم 25/4 او 27/4 بتبعت الاتحاد الدولي بيبعت للدوله اختار لي لو هو يعني متاهل باعلى كوتا اللي هي 3 بنات و3 رجال بيقول له اختار لي من الفريق البنات اللي عندك اللي هم 5 اوزان، لان 5 اوزان اولمبيين و5 اوزان رجال اولمبيين، يعني ما فيش حد هيتاهل باكتر من او هيبقى ممكن يتاهل باكتر من 5 هنا و5 هنا. الخمسه دي بيختار 3، الكلام ده هيبقى 28/4 ان شاء الله، بنختار افضل 3 من وجهه نظر بقى الدوله ان مين اللي ممكن يعمل. مش كده كده انا الثلاثه اصحاب التصنيف الافضل بيتاهلوا؟ ما انا بقول لحضرتك هم 5 اوزان، فانا ممكن يبقى عندي 5 في التصنيف الافضل، انا هختار منهم 3 بس، هشيل منهم 2. هتشيل 2 في الاوزان؟ في الاوزان ايا كان بقى الاوزان، مش وزن واحد عندي. لا ايا كان هم 5 اوزان. يعني هم 5 اوزان اولمبيين في البنات، 5 اوزان اولمبيين في الرجال. فانا لو اتاهلت مثلا دوله زي الصين هي كده كده متاهله ب5 و5، بيبعتوا لها اختاري 3 بس و3 بس، 3 اوزان بنات و3 اوزان رجال. احنا هنا في مصر اولا اللاعب بيشارك في 7 بطولات تاهيليه على مدار سنه 22 كانت اول بطوله في العالم كولومبيا، والسنه ونص اللي موجودين لغايه شهر 4 ان شاء الله 7 بطولات. في يقال وانا بعتبر ان المقوله دي مش صحيحه قوي، ان في بطولتين اجباريتين هي بطوله العالم اللي احنا لعبناها في السعوديه وبطوله كاس العالم في تايلاند اللي هتتعمل في شهر 4، دي لازم اللاعب يلعبها اجباريه. انما انا بقول ما انا لو ما لعبتش بقيه البطولات ما انا برضو مش هشارك، فاللاعب لازم على الاقل خالص يشارك في 5 بطولات من 7 في طريق التاهيل. فاحنا لغايه دلوقتي فاضل لنا 3 بطولات، اول بطوله لينا الفتره القادمه ان شاء الله من 2/12 ل 14/12، دي بطوله كاس قطر، دي بطوله مؤهله. بطوله افريقيا للكبار التاهيليه دي هتبقى في مصر ان شاء الله في مدينه الاسماعيليه. بطوله كاس العالم اللي بقول لحضرتك عليها دي هتبقى في تايلاند 24. الثلاث مشاركات دول لازم لعيبه مصر
تشارك فيها عشان يكمل برنامج التأهيل بتاعهم بإذن الله. أيوة. حتى الآن والتأهيل معلش بيكون التصنيف بتاعي داخل القارة ولا التصنيف العالمي بشكل عام؟ لا التصنيف احنا بنلعب على التصنيف العالمي لأن داخل القارة بنخش موضوع أصعب بكتير جدا. طبعا احنا لغاية دلوقتي الحمد لله رب العالمين عندنا 5 لعيبة ضمن التصنيف ويعتبروا مؤهلين بشكل بنسبة 90% بس يكملوا البطولات، يكملوا الـ3 بطولات. سارة سمير، نعمة سعيد، كريم كحلة، عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، وحليمة عبد العظيم. دول 3 بنات وولدين، دول داخلين ضمن الأفضل 10 مجموعات في كل وزن من الأوزان الأولمبية. ما عندكش المشكلة بتاعت إن في 5 لعيبة متأهلين وبالتالي أنت عليك إنك تختار منهم 3، أنت ما عندكش المشكلة دي؟ أنا ما عنديش المشكلة ديت لأن برضو ما كانش عندي الرفاهية إن أنا يعني برضو إحنا بنحاول نركز على اللعيبة لأن إحنا لا في الآخر خالص لعبة رقمية، فعارفين يعني مين القريب ومين اللي ممكن يعمل إن شاء الله نتيجة ومين اللي إن شاء الله يتأهل، إنما لو لقيت او بصيت علينا واحنا بنستعد، لا احنا بنستعد بفرقه كامله هنا وفرقه كامله هنا بس مش للتاهيل، لبطولات تانية لان احنا زي ما قلت لحضرتك قبل كده عايز تعمل جيل جديد بالظبط كده. انما التاهيل احنا عندنا 7 لعيبة بنامل اولا ان احنا نتاهل ب6 اللي هو اكبر كوتا في الدول، وده الحديث يعني ده حديث الان اللي هو انا ان شاء الله احاول اتاهل ب6. حديث الميداليات باذن الله هيبقى بعد شهر 4، هقدر اقول لك ليه ليبا. لما اشوف الدول هتشارك في انهم اوزان ساعتها هقدر اقول لحضرتك انا بنافس مع مين. يعني مثلا ساره سمير تقدر ان شاء الله باذن الله تاخد ذهب ولا ان شاء الله. نعمه سعيد هتدخل ضمن الميداليات ولا لا؟ حليمه هتدخل ضمن الميداليات ولا لا؟ كريم كحله هيدخل ضمن الميداليات ولا لا؟ معلش ما هو اغلب اللعيبه دي هي لعبت قدامهم قبل كده تمام، يعني ليه استنى لغايه شهر 4؟ ايه اللي هيختلف؟ مين قال ان اللعيبه اللي لعبت الدوله بتاعتها هتختار؟ مين قال لغايه دلوقتي؟ يعني مثال ادي حضرتك مثال زي الصين، زي ما بقول الصين عندها وزن 71 بتاع نعمه ووزن 81. مش البطولات التاهيليه كله بيلعب؟ كله بيلعب بس باكبر عدد، مش بخمس لعيب، مش بخمس اوزان بقى، لا ب10 اوزان. معاك حلو كده. انا دلوقتي مثلا لعيبه الصين لعبت مع ساره، مين قال ان الصين هتختار اللعيبه دي في مع ساره؟ مين قال ان الصين هيختار وزن 71؟ مين قال ان الصين هيختار وزن زائد 87؟ مين قال؟ ما هم يختاروا 3 بس. التاهيل لعيبه تلعب مثلا 71 كيلو واخد لعيب تاني مع الدوله بقى على حسب انت شايف ان اللي تروح تعمل ميداليه يعني مثلا وزن 71 ده ممكن ينافس الدوله زي الصين تقول ايه ان البنت في ميزان 71 ممكن تروح وتنافس مش ضامنين الميداليه الذهب، انما لو دخلت في ميزان 49 مثلا تاخد الميداليه الذهب. ده منطقي يعني انا شايفه نظام عقلي بالعكس. يعني طبيعي ان اللعيب اللي بذل مجهود واهل بلده هو اللي يلعب اولمبياد. هو الحقيقه يعني هو نظام فيه يعني فعلا زي ما حضرتك بتقول ما فيهوش منطقيه قوي لان انا بظلم لعيبه تعبت ومشت البرنامج الاولمبي والتاهيل الاولمبي، انما هو اللجنه الاولمبيه الدوليه الحقيقه كانت حاطه ضغط جامد جدا على الاتحاد الدولي، والحقيقه احنا كلنا بنشكر الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد الدولي لان هو برضه يعني عدى من برافو الاثقال بر الامان في سنه 24 وسنه 28، انما كانت حتى شروط قويه جدا ان عدد اللاعبين 5 اوزان اولمبيه، كل ميزان 12 لاعب يبقى ب60 لاعب ولاعبه. عدد اللاعبات نفس الكلام 5 اوزان اولمبيه في 12 لاعب ب60 لاعبه. فعشان كده خلوا اكبر كوتا لكل دوله 3 بنات بس وثلاث اولاد بس. فعشان كده بقول لحضرتك بعد شهر 4 هنتكلم بقى ساعتها نتكلم عن الميداليات. ولو اتكلمنا عن الميداليات يمكن احنا الحمد لله رب العالمين مش زي اي لعبه، احنا لعبه رقميه. يعني ايه لعبه رقميه؟ بقول الكابتن ايمن بيشيل 100 و130 مثلا في وزن 71 كيلو. لا كابتن 100 و130 ما اديش مثال 3 كيلو لا هشوف 100 و130 دي تديله قد ايه؟ تديله كام؟ ليه؟ لان احنا ال 12 لاعب في الوزن بيبقى كل لاعب ليه الرقم بتاعه. فساعتها ان شاء الله لما بنقول باذن الله ان شاء الله وربنا يكملها على خير لغايه الاولمبياد رايحين نعمل ميداليه او 2 او 3 ان شاء الله بيبقى فيه يعني باذن الله مصداقيه اكبر لغايه طبعا التوفيق بتاع ربنا اولا واخيرا لغايه ما نكمل ان شاء الله الدوره الاولمبيه يعني باذن الله. دور حضرتك او اي مدير فني بشكل عام في لعبه رفع الاثقال بيكون ايه؟ شوف اللعيب هو بيحدد استطاعته انا هشيل الوزن الفلاني، ايه تدخل بقى الجهاز الفني؟ اللعيب بيشيل الوزن الفلاني بناء على المرحله التدريبيه.
ما هو مش بيشيل كده، مش بيجي من البيت يشيل كده، لا في مرحله تدريبيه، ومش مدير فني بس، في مدير فني وفي مدربين، في جهاز طبي، دكتور تغذيه، في دكتور مكملات، في اداري، كل ده بيخدم على اللاعب عشان يظهر بمظهر كويس ويقدر ان هو ياخد ميداليه. وانا هنا بعظم الدور المدرب، مش المدير الفني بقى ولا لا، دور المدرب. ليه؟ لو ما عندناش مدرب كويس يبقى اكيد مش هيبقى فيه لعيب كويس. وهو ده اللي احنا بنعمله دلوقتي برضه بفضل الله وثم مجلس اداره الاتحاد. احنا عندنا مش علاء بس، لا عندنا يعني الاربع مدربين اللي موجودين. الكابتن عمرو رمضان ليه تاريخ رياضي وحافل بالفنيا واداريا. الكابتن اسماعيل السلوسي من افضل المدربين على مستوى العالم. الكابتن محمد حسني طه بعتبره فعلا من افضل المدربين في العالم ومرن قبل كده منتخبات اوروبيه. الكابتن محمد عيسى النجار، وده فعلا الواحد بيتشرف بيه لان ده خد اول عالم تحت 17 سنه المدرب محمد عيسى النجار. في كمان عملنا حاجه ثانيه مجلس اداره عشان بدي حضرتك برضو دور المدرب قد ايه. احنا عملنا فترات معايشه لحوالي 5-6 مدربين يجوا يقعدوا معانا، زي كابتن يوسري، كابتن علي عطيه، كابتن عبد التواب، كابتن سؤالي مش تقليلا من المدرب بس نفهم الناس ايه تدخل الجهاز الفني. ما انا بقول لحضرتك مراحل تدريبيه في النواحي الفنيه، هي مراحل تدريبيه. انا بحط البرنامج التدريبي والمدرب هو اللي بيشرف. يعني ممكن النهارده مش عشان حضرتك بتشيل 100 كيلو ممكن تشيلها كل يوم، لا ما انت هتتعب، انت اصلا لو عملت كده مش هتقدر تشيلها وانت داخل على البطوله طبعا. فالمراحل البرنامج التدريبي ده بيتحط من المدير الفني والمدربين، معاه كمان بيبقى فيه دكتور تغذيه بيحط برنامج التغذيه المناسب للمرحله، لان في مراحل تدريبيه، في مرحله اعداد، في مرحله اعداد متقدم، في مرحله منافسه، كل دي مراحل. المستوى العالي يا كابتن ايمن لو ما تمرنش بنسبة 99% بأحجام تدريبية منتظمة مش هتلاقيه في البطولة الأهم. وأهم حاجة إن هو يوصل إن أنت تأهله عشان وقت البطولة المهمة يكون يؤدي بشكل يعني ممكن اللعيب يشيل في التدريب صح، لما يجي في البطولة ما يشيلش. دي بتبقى نواحي تدريبية ونواحي خططية التدريب بس. فأنا بقول لحضرتك برضو معلش أرجع للنقطة دي مهمة، لأن إحنا بنعمل فترة تعايش للمدربين عشان نصنع كمان مدربين. نصنع مدربين لأن هو ده النجاح اللي بعد كده، هو ده اللي هيخلينا يبقى عندنا لعيبه كويسين بعد كده ان شاء الله، ان شاء الله. وده اللي احنا ماشيين فيه باذن الله. طيب خلينا نطلع فاصل وبعد الفاصل نكمل كلامنا مع كابتن علاء حسن المدير الفني للمنتخبات الوطنيه لرفع الاثقال، خليكم معانا. اهلا بكم مشاهدينا مره ثانيه، مكملين كلامنا مع كابتن علاء حسن المدير الفني للمنتخبات الوطنيه لرفع الاثقال. كابتن علاء، وحضرتك بتتكلم على اهميه اعداد جيل جديد من اللاعبين في رفع الاثقال، احنا مقبلين على بطوله العالم للناشئين في المكسيك، مدى استعدادنا ليها، عدد اللاعبين اللي هيكونوا متواجدين؟ هو الحمد لله رب العالمين، برضو زي ما بقول لحضرتك احنا الاستعداد ماشي بخط واحد في البطولات العالميه او القاريه مع الاعداد للدوره الاولمبيه. عندنا 11 لاعب ولاعيبه ان شاء الله رايحين بطوله العالم في المكسيك من يوم 13 لغايه 24/11. منهم يعني تسمح لي برضه اقول اسمائهم طبعا، لان يعني هو في خمس لاعبين من المؤسسه العسكريه، فاطمه صادق، سيد علي عطيه، مازن شريف، دول المؤسسه العسكريه بالاسكندريه، سعيد هلال المؤسسه العسكريه بالاسماعيليه، شيماء خالد المؤسسه العسكريه بالمنيا، وفي 6 لاعبين من المشروع القومي الموهبه والبطل الاولمبي اللي بتشرف عليه وزاره الشباب والرياضه، وهم حنين احمد، رحمه احمد، حبيبه سعد مديح ودي من اسيوط، محمود حسني مشروع قومي بالقاهره، حلمي عبد الباري، و حلمي عبد الباري ومحمود حسني. حسيتك انا لسه بقولهم ما شاء الله حافظ الاسماء دي كلها. محمد عبد المنعم في بني سويف، مشروع قومي بني سويف. هم دول 6 لاعبين، 11 لاعب معاهم كابتن اسماعيل وكابتن يوسري، معاهم الكابتن العقيد ابراهيم الخولي اداري، وكابتن ايمن فؤاد رئيس بعثه. الحقيقه ان شاء الله باذن الله برضو على الرانكينج وعلى الستارت ليست بتاع اللاعبين. زي ما بقول لحضرتك هي لعبه رقميه، فما بقدرش ان انا اشرك فلان الا لما اشوف ارقامه هتديني ايه. واحنا يعني خدنا عهد على نفسنا كده كجهاز فني كامل ومجلس اداره كمان، ان ما يروحش لاعب الا اللي ينافس، لا قدر الله حصل حاجه، لكن لا انا واخده من هنا رقمه يقدر يجيب ميداليه. فالحمد لله ال 11 لاعب جوه الميداليات، يعني 11 لاعب ولاعيبه اللي احنا ودينهم ان شاء الله المكسيك جوه الميداليات بناء على رقمه
اللي شاله في اخر بطوله والرقم الستارت ليست اللي موجود ممكن يكون ارقام مش حقيقيه ولا حاجه مش بتاعتنا احنا بتاعت الدول الثانيه، انما برضو بنعمل حسابنا في حاجه زي كده. لكن بالحمد لله رب العالمين ال11 لاعب باذن الله باذن الله يقدروا يعملوا ميداليات باذن الله. ايه اللي بيحصل في اوقات ان بنلاقي لعيبه بتجيب ارقام معينه في بطولات ما قبل الاولمبياد ويجي وقت الاولمبياد تلاقي ان هو ما بيقدرش يجيب الرقم اللي احنا متوقعين ومتعودين ان هو ممكن يجيبه؟ الضغوطات ولا بتبقى المشاكل فيه؟ طبعا هي ضغوطات. يعني برضو عايز اتكلم بكل امانيه، هي طبعا ممكن يكون خطا تدريبي، ممكن يكون رهبه من اللاعب، ممكن يكون عدم توفيق وده بيحصل كتير قوي. اظن ابرز الامثله على حاجه زي كده كانت نهله رمضان، اعتقد كان وقتها كانت مرشحه كويس قوي. كابتن ايمن يا استاذ ايمن انت حضرتك قلت لي نهله رمضان كانت وهي بتلعب الدوره الاولمبيه سنه 2004 هي كانت تعتبر طفله. نهله مواليد 87 لعبت 2004 طفله. شوف بقى الضغوط عليها كانت قد ايه. نهله رمضان 2003 كانت واخده ثلاث ميداليات ذهبيه في بطوله العالم للكبار للكبار وهي عندها 16 سنه. لما راحت الدوره الاولمبيه الناس كلها قالت ان نهله هتاخد ميداليه ذهب طبعا لان واخدها اول. أي. كل اللي بيحصل مصريه كانت على نهله رمضان، وبقول لحضرتك دي طفله، وهو ده اللي احنا يعني الحقيقه يعني بنعمل حسابنا فيه كجهاز طبي بقى، بيبقى فيه دكتور نفسي نقدر ان هو يعني يقدر يساعد اللاعب على تجاوز هذه المرحله، وان هو يقدر ان هو يوضح له بعض الامور النفسيه ليبقى عنده ثبات نفسي. دي مهمه جدا 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 في البطولات. ساعات بنودي لعيبه لما يكون يعني ان شاء الله يعني الدوله بصراحه بتساعدنا بطريقه كبيره جدا الحقيقه، معالي الدكتور اشرف صبحي ووزاره الشباب والرياضه والحقيقه اللجنه الاولمبيه كمان بتساعدنا كتير جدا مع مع مع, مع يعني مساندتهم لينا الاثنين، نقدر نودي لعيبه دلوقتي في مراحل الناشئين او مراحل الشباب بطولات عالم عشان يقدروا يقفوا في الحته في الموقف ده، يقدروا يبقى عندهم ثبات نفسي في البطولات الكبيره. بنشارك احنا مشاركين ب 57 لاعب ولاعيبه في بطوله افريقيا والعرب. ليه؟ مش عشان خاطر ياخد اول، لا، عشان يبقى واقف على ستيج المسرح ويقدر ان هو يستوعب هذا الموقف، عشان لما يروح بطوله عالم تحت 17 او تحت 20 او بطوله عالم كبار يبقى عنده الثبات النفسي ويتعود على الاجواء ويتعود طبعا ويتعود على كده. فزي ما بقول لحضرتك احنا عندنا الحمد لله جيل مبشر تحت 17 وتحت 20 سنه، وطبعا عندنا الفريق الاولمبي اللي هم السبع لعيبه. بنتمنى من الله سبحانه وتعالى ان احنا نتاهل باكبر كوتا السته، الثلاث بنات والثلاث اولاد ان شاء الله. يبقى في يعني حلقه ثانيه بقى نقول ان شاء الله بعد شهر 4 نقول بقى عن ميداليات ونقولها بالارقام زي ما بقول لحضرتك احنا لعبتنا لعبه رقميه. يعني انا مش هقدر اقول ايه انا رايح اخد ميداليه وفي الاخر مثلا يعني ادخل قرعه الاقي نفسي بلاعب مثلا بطل عالم، لا، احنا لعبه رقميه، احنا بنشيل كذا وبنشيل كذا، الرقم ده يديني اول يديني ثاني يديني ثالث. فعشان كده حتى لما بنعمل خططنا مع وزاره الشباب والرياضه او الحقيقه اللجنه الاولمبيه مشكوره، احنا بنحب كده، احنا كرفع اثقال والاتحاد المصري رفع الاثقال وانا كمدير فني. لكن مش دايما يا فندم التوقعات دي او القرايه للوضع ده بيكون في النهايه النتيجه هي بنسبه 95%. يعني ولا وارد لعيب يكون مش في حالته، وارد لعيب يكون مضغوط اصابه. ما انا بقول حاجه، لا اصابه دي ما هو مش هيشارك. اما مين مش في حالته مش في حالته يعني ايه؟ يعني مثلا بيشيل 150 ممكن يشيل 142 143 هيبقى قريب من رقم. واحنا عشان كده احنا بنقول ايه؟ يبقى هو من كذا لكذا. يعني هو ممكن مثلا من ذهب لبرونز، ليه من ذهب لبرونز بيشيل كذا. فده ده لو احنا ماشيين بنفس الخط البرنامج التدريبي والطبي والمكملات والتغذيه في خط واحد في والدعم، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين احنا ماشيين في هذا الخط لحد الان الحمد لله، وربنا ان شاء الله يكملها بالدعم الدوله والدعم اللجنه الاولمبيه. الحقيقه هم الاثنين مش مؤخرين علينا، زي ما بقول لحضرتك احنا لعبه مكشوفه، احنا لعبه باينه للمسؤولين. انا عندي ساره سمير، عندي نعمه، عندي كريم، دول ممكن دول ضمن افضل اربع لعيبه يعني ممكن يخشوا. عندي حليمه، عندي عبد الرحمن، عندي محمود حسني او ياسر، ضمن مثلا افضل ست لعيبه. عالم من الدوله مين اللي تشارك في البطوله دي؟ يمكن السادس ده يبقى هو ثالث، يمكن السادس ده يبقى رابع، يمكن مثلا في دول ما تشاركش في ميزان كريم كحله، في دول ممكن ما تشاركش في ميزان ساره سمير وهكذا. امتى يعني نعرف الكلام ده كله؟ ان شاء الله خلال شهر 4. انما لغايه دلوقتي الحمد لله رب العالمين
بالنسبه للرانكينج العالمي احنا متاهلين بخمس لاعبين. وضعنا مطمئن جدا. الحمد لله ثلاث بنات دخلوا ضمن العشر مجموعات وولدين كريم كحلة وعبد الرحمن، في اثنين ان شاء الله بنفسه في ميزان 102 ياسر اسامه ومحمود حسني، على ان شاء الله باذن الله واحد فيهم يخش، لان برضه نظام التاهيل ما يتاهلش اثنين في دوله واحده في ميزان واحد. احنا لازم هو واحد لاعب فقط واحد في الميزان الواحد. ودي زي ما بقول لحضرتك بتدي مجال، يعني مثال برضه في بطوله العالم اللي فاتت مثلا وزن ساره الاولمبي في اثنين سمين بيلعبوا، هيبقى واحده بس، ده لو شاركت هتبقى لعيبه واحده بس، فبتدي مجال. أي. وهكذا يعني. المنافسه المحليه قويه بما يكفي انها تطلع لعيبه ولا ما بيكونش الاعتماد عليها بشكل كبير؟ بالعكس، ده بان في بطوله افريقيا والبطوله العربيه، ان يعني في حوالي 12 13 نادي هم اللي كان عندهم اللعيبه، طبعا المشروع القومي او المؤسسات العسكريه والانديه زي انديه الكهرباء، انديه الفيوم، الترسانه، كل دول انديه بتطلع لعيبه. كابتن علاء نورتني، ونتمنى كل التوفيق لكل ابطالنا في رفع الاثقال. انا شاكر لحضرتك جدا، ويعني بتمنى يبقى في حلقات ثانيه عن رفع الاثقال عشان برضه ندي يعني فكره كويسه عن رفع الاثقال المصريه. جبنا ميداليات اولمبيه طبعا، هتكونوا كلكم موجودين. والله احنا تاريخنا يشهد بذلك. طبعا طبعا. تاريخ رفع الاثقال يشهد بذلك. ده اللي انا قلته في بدايه كلامي. واحنا نفسنا كمان يعني نذكر الناس بالتاريخ ديت عشان نقدر ان شاء الله اللي ليه تاريخ باذن الله يبقى ليه حاضر ان شاء الله باذن الله. شكرا يا فندم. نورتني. شكرا جزيلا. كده نكون وصلنا لختام حلقتنا من ملاعب الابطال، على امل ان شاء الله نلتقي في حلقات قادمه. الى اللقاء.